يفقد الكثير من مرضى فشل الأعضاء سنوياً حياتهم وهم على قوائم الانتظار الخاصة بعمليات زراعة الأعضاء. أحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو ندرة أو عدم كفاية الأعضاء من المتوفين دماغياً لتلبية الاحتياج المتزايد والطلب المتزايد على هذه الأعضاء. لذلك يوفر خيار التبرع من الأحياء فرصة أخرى للحياة لهؤلاء المرضى. هذا الشيء ما يتم إلا للأعضاء اللي بإمكان الإنسان أن يستغني عنها أو جزء منها، وهني نتكلم بالخصوص عن الكلية والكبد. فالإنسان بإمكانه العيش بإحدى الكليتين إذا كانت سليمة بدرجة جدا عالية، وكان تقسيمة الوظائف الكلى بين الكليتين شبه متساوية. أصلا في بعض المرضى أو بعض الأشخاص ما يكتشف أن عنده كلية واحدة ولد فيها إلا في سن متقدم بمحض الصدفة. الكبد أيضا، الكبد السليم تماما الخالي من أي أمراض أو إصابات سابقة، بإمكان الإنسان أن يعيش فقط بثلث أو أقل. في هالحالة إذا تبرع بنصفه ما راح يكون عليه أي ضرر يذكر. الشرط الأول في هذه العمليات هو عدم إلحاق الضرر بالمتبرع، لذلك تجرى فحوصات كثيرة وعديدة ودقيقة للتأكد من أن عملية التبرع ما راح تأثر بدرجة كبيرة على المتبرع، وراح يقدر يكمل حياته بصورة شبه طبيعية مع أقل المخاطر عليه في المستقبل. هل تخلو هذه العمليات من المضاعفات؟ أبدا، لا يوجد أي تدخل أو علاج يتم في المستشفى يخلو من نسبة من المضاعفات، من شكة الإبرة إلى أكبر عملية، سواء كانت هذه النسبة 1 بالـ100 ألف أو 1 بالـ10. لكن مثل ما كثير من الأعمال التطوعية قد تحتمل على بعض المخاطر والصعوبات، بس تشوف الناس تقدم على هذه الأعمال لنبل الهدف وسمو الغاية. مثل ما بعض الأعمال التطوعية قد تحتمل على بعض المخاطر والصعوبات، لكن تشوف الناس تقدم عليها لأن الهدف نبيل والغاية سامية. نفس الشيء، الشخص اللي يتبرع بعضو أو جزء من عضوه لإنقاذ حياة شخص غالبا هو أحد أقربائه أو شخص يعز عليه وايد، مستعد يتقبل نسبة قليلة من المضاعفات. مع تطور الطب صارت العمليات تجرى بأمان كبير، وتم تقليل نسبة المخاطر إلى نسبة جدا قليلة. فإذا كان لديك الرغبة والقناعة للتبرع وتوفرت فيك الشروط، بإمكانك أن تقدم على هذا الشيء بكل طمأنينة بعد التوكل على الله.